حاسه ان في مهن كتير مش هتبقى موجوده في المستقبل لانها هتحل مكانها روبوتس او حاجات تكنيكال او حاجات بالذكاء الاصطناعي، مش هتبقى اصلا دي الموجوده. يعني المهن مثلا اللي هتبقى باقيه الناس بتشتغل فيها زي الدكاتره النفسيين او الحاجات اللي محتاجه ان حد يتواصل معاكي غير ما يكون روبوت او جهاز او كده، يعني النت والابلكيشنات والحاجات دي، برضو الحاجات دي مهمه جدا. لكن بالنسبه اللي هتنقرض زي النقاشه والحاجات دي، لان كل ماده ما بتطلع حاجات متطوره. التكنولوجيا هتفضل تزيد قوي لدرجه ان احنا يعني هنحس ان احنا كل حاجه بناكل وبنشرب ونمشي ونقعد وكل حاجه احنا بنعملش، احنا بنطلب وهي بتنفذ. ولكن انا اللي بعمل، فانا اللي لازم اطور من نفسي ان انا ابني الحياه كلها. اللي هيختفي ده اكيد مش هيبقى ليه وجود، او احنا مش عايزين نستعمله او ملوش استخدام لينا. انا متخصص معماري، فبقى في دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيعمل اي حاجه، فممكن يصمم مبنى، يعمل ديزاين مختلف وحاجه جديده. الكورسات بتاعه الكمبيوتر اللي هي ريفت بقى والبرامج المعماريه بتاعتي عشان ابقى شاطره فيها، ويعني ابقى بنافس انا الذكاء ده ان انا ابقى كمان عندي الحته الجماليه الفنيه اللي هي مش موجوده. الحاجات اللي ليها علاقه بالعماره الخضراء مثلا، الحاجات اللي ليها علاقه بالسستينابيلتي، التنميه المستدامه، المفروض ان الواحد يبقى بيطور نفسه فيها، بيتعلم عنها اكتر، بيزود وعيه فيها، بياخد كورسات في التصميم نفسه اللي ليها علاقه بالعماره الخضراء والسستينابيلتي والحاجات دي. دلوقتي كل العالم بيتجه للحاجات الاي تي، زي مثلا كوريا بيعملوا اللي هو روبوتس، بيعملوا دايما يقللوا ان الناس تشتغل عشان يريحوا الناس اكتر ويبقى اللوس في الهيومنز اقل. فشايفه ان اي حاجه بتتعمل ينفع ماشين تعملها، لا هي هتختفي بعد كده بصراحه. البرمجه هو الشغل اللي ماشي اليومين دول، سواء على مستوى العالم انا شايفه كده، او اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر عامه. انا بشتغل في الكوره، تمام. الكوره زمان غير الكوره دلوقتي، النهارده بقى في تكنولوجي، النهارده بقى في اناليسيس بشكل معين بتساعدنا في حاجات مختلفه. الحاجات دي قبل كده يعني كنا بنعملها مانيوال، النهارده الناس اللي كانت بتشتغل مانيوال النهارده ما بقوش، بقى في شباب اصغر منهم ب 30 سنه اسرع منهم دلوقتي في الوقت واقل منهم في المجهود واحسن منهم في النتيجه، لان كل حاجه بتتجدد، كل حاجه بتتحول دلوقتي ديجيتال، فالذكاء الاصطناعي هو اكبر عامل. يعني